السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكل جديد، ولأنه فيكم بطبيب نساء مصري يلقي رضيعا في القمامة والصحة تتحرك. قررت مديرية الصحة بمحافظة الغربية في مصر إغلاق عيادة خاصة لطبيب نساء وتوليد، وذلك بعد اتهامه بإلقاء طفل رضيع بين أقوام القمامة في منطقة البهلوان بالمحلة الكبرى. وكانت الإجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في مصر تلقت إخطارا من شرطة النجدة بعثور الأهالي على رضيع داخل كيس بلاستيك وسط أقوام القمامة في منطقة البهلوان التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى. وبحسب وسائل إعلام مصرية تم بدء التحقيق في الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية العثور على طفل رضيع لا يتعدى عمره أياما ملفوفة داخل أحد أكياس القمامة وعلى قيد الحياة. وبتفريغ كاميرات المراقبة تم ضبط والدة الطفل الرضيع، والتي أكدت عدم معرفتها بكون نجلها على قيد الحياة أم لا. فيما قررت جهات أدنى التحقيق اختار مديرية الصحة بالواقع والطبيب الذي قام بإجراء الولادة لأم الرضيع وإغلاق عيادته من قبل إدارة العلاج الحر وإيداع الرضيع إحدى دور الرعاية الاجتماعية لاعتناء به واستمرار التحقيقات في الواقع وإخلاء سبيل الأم وضبط وإحضار الطبيب المتهم لاستكمال التحقيقات معه. وبهذا قد أوفيناكم بطبيب نساء مصري يلقي رضيعا في القمامة والصحة تتحرك. لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.